السلام عليكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني عشر متقدم، نرحب بكم في دروسنا المصورة ودرس اليوم بعنوان ميكانيكية الاستبدال الإلكتروفيلي في الأرينات. سوف يتم استعراض هذا الدرس في ثلاث فيديوهات مصورة. نبدأ اليوم بالجزء الأول. وقبل بداية درسنا كالعادة نستعرض أهداف الدرس. أول هدف عندنا محتاجين نحدد الخطوات التي تتم فيها ميكانيكية تفاعل الإحلال الإلكتروفيلي. هنتعرف من خلال درسنا إن الإحلال الإلكتروفيلي على حلقة البنزين بيتم على ثلاث خطوات. الهدف الثاني أن يكتب الطالب ميكانيكية هلجنة البنزين، وهندرس النهاردة كيف تتم ميكانيكي تفاعل الكلور مع البنزين. درسنا أبنائي وبناتي في الدروس السابقة حلقة البنزين، وأود هنا أن أتذكر شيء أعرضه عليكم بسؤال بسيط. هل تتذكرون معي أهم ما يميز حلقة البنزين؟ أسمع إجابتكم. أحسنتم، ظاهرة الرنين. وهذا يأخذنا إلى سؤال آخر، وهو هل أثرت ظاهرة الرنين في الخصائص الكيميائية لحلقة البنزين؟ نعم، لها تأثير. ما هو هذا التأثير؟ أولا، البنزين لا يتفاعل بالإضافة إلا في ظروف خاصة، على الرغم من وجود ثلاث روابط باي، ولكن كما درسنا سابقا أغلب تفاعلات البنزين بالاستبدال. ثانيا، الثلاث روابط باي أدت إلى زيادة كثافة الإلكترونات حول حلقة البنزين، أي أن حلقة البنزين تمتلك كثافة إلكترونية مرتفعة. لذلك عندما يتفاعل البنزين يبحث عن مركبات لديها نقص في الإلكترونات، أو يبحث عن مركبات محبة للإلكترونات. هل تذكرون معي ما هي المركبات التي لديها نقص في الإلكترونات؟ أسمعكم. أحسنتم، الإلكتروفيل. ومن أمثلة الإلكتروفيل أيون الكلور الموجب وأيون البروم الموجب وأيون الميثايل الموجب. وهنا تتضح الصورة، حيث أن البنزين الذي له كثافة إلكترونية مرتفعة يتفاعل مع مركبات محبة للإلكترونات في تفاعل يطلق عليه الاستبدال الإلكتروفيلي. اليوم نحن بصدد دراسة الخطوات التي تتم فيها عملية الاستبدال الإلكتروفيلي، أو فيما يعرف باسم ميكانيكية الاستبدال الإلكتروفيلي. نبدأ مع بعض هنا نوضح الخطوات اللي هتتم فيها الميكانيكية أو ميكانيكية الإحلال الإلكتروفيلي لحلقة البنزين. أولى هذه الخطوات هي تكون الإلكتروفيل، المادة المحبة للإلكترونات. ناخد مثال على كده، أيون الكلور الموجب اللي هو Cl موجب. لكي يتكون أيون الكلور الموجب يجب توفر العامل الحفاز المناسب. العامل الحفاز المناسب هنا AlCl3. كيف يتكون الإلكتروفيل؟ انظروا معي إلى التفاعل التالي. لدي هنا جزيء كلور اللي هو Cl2، وهذا الجزيء غير قطبي لأنه لا يوجد فرق في السالبية الكهربية بين ذرتي الكلور. ولكن عند اقتراب جزيء الكلور من العامل الحفاز تقوم إحدى ذرتي الكلور باجتذاب الإلكترونات نحوها وتحمل شحنة سالبة جزئية، وتحمل الكلور الأخرى شحنة موجبة جزئية. يقوم أيون الكلور السالب بالارتباط بالعامل الحفاز مكونا AlCl3 مرتبط مع الأيون السالب، أو يمكن اختصاره بAlCl5.
4 وما ننساش السالب. يتبقى عندنا هنا ايه؟ يتبقى عندنا ايون الكلور الموجب. ايون الكلور الموجب هنا هو الالكتروفيل اللي احنا كنا عايزين نكونه من الخطوة دي. الالكتروفيل في الخطوة القادمة هو اللي هيبدأ يهاجم حلقة البنزين لأنها عندها كثافة إلكترونية مرتفعة. نشوف ده مع بعض. ننتقل الآن أبنائي وبناتي إلى الخطوة الثانية، وهي الخطوة البطيئة في هذه الميكانيكية، حيث نلاحظ هنا اقتراب الإلكتروفيل من حلقة البنزين، حيث تقوم حلقة البنزين بمنح الإلكتروفيل إلكترونا، وذلك من إحدى روابط باي على الحلقة، ويتكون المركب الوسطي التالي. لاحظ معي، في هذا المركب توجد ذرة كربون تحمل شحنة موجبة ويطلق عليها اسم كربوكاتاين، ولكن هذه الشحنة لا تظل ثابتة على نفس ذرة الكربون. لاحظ معي الشكل، تظهر على ذرة الكربون ثم تنتقل إلى ذرة أخرى ثم تنتقل إلى ذرة أخرى، وهذا يعني أن الشحنة موزعة على حلقة البنزين كاملة. انظر معي مرة أخرى إلى هذا المركب الوسطي، يمكن رسمه بشكل آخر. لاحظ هنا، لم تكتمل الدائرة وبداخلها شحنة موجبة. لماذا لم تكتمل الدائرة؟ لأن حلقة البنزين ليست بها ثلاث روابط باي، وإنما رابطتين فقط. متى يعود البنزين مكتملا؟ سيتضح هذا في الخطوة التالية. ننتقل هنا إلى الخطوة الثالثة، ونلاحظ في هذه الخطوة أن المركب الوسطي للبنزين يحتوي على رابطتي باي فقط، لذلك فهو يحتاج إلى إلكترون لاستكمال الثلاث روابط باي، حيث يقوم الهيدروجين بمنح حلقة البنزين إلكترون، وبذلك تكتمل الثلاث روابط باي داخل حلقة البنزين. كما يأتي دور النيوكليوفيل السالب، حيث يكون رابطة مع الهيدروجين مكونا HCl. نلاحظ هنا اكتمال حلقة البنزين، اكتمال الروابط باي داخل حلقة البنزين، وتكون مركب كلورو بنزين. نقوم الآن بعمل ملخص للدرس من خلال التدريب التالي. وضح بالمعادلات الكيميائية الرمزية ميكانيكية تفاعل البنزين مع الكلور في وجود العامل الحفاز المناسب. نبدأ الخطوة الأولى، وفيها يقترب جزيء الكلور من العامل الحفاز وتتكون له أقطاب بالتأثير، حيث تحمل إحدى ذرتي الكلور شحنة سالبة وتحمل الأخرى شحنة موجبة جزئية. تقوم الذرة السالبة أو الأيون السالب هنا بمهاجمة العامل الحفاز، حيث يتكون AlCl3 مرتبط مع Cl السالب، أو AlCl4 سالب. ويتبقى عندنا أيون الكلور الموجب أو ما يعرف باسم الإلكتروفيل. في الخطوة التالية يقوم الإلكتروفيل بالاقتراب من حلقة البنزين، حيث تنتقل الإلكترونات من إحدى روابط باي إلى الإلكتروفيل مكونة المركب الوسطي التالي. نلاحظ هنا حلقة البنزين غير مكتملة، بها رابطتين باي فقط، حيث يقوم الهيدروجين بمنح إلكترون لحلقة البنزين لكي تكتمل الثلاث روابط باي. ويأتي هنا دور النيوكليوفيل الممثل في أيون الكلور السالب، حيث يرتبط مع ذرة الهيدروجين مكونا HCl، وتخرج حلقة البنزين مكتملة مكونة جزيء كلورو بنزين.